السلام عليكم. السعدي محمد عبد الرحمن، عضو اللجنة الإقليمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إقليم شتو كيتبها. اليوم شرف السيد العامل رئيس اللجنة الإقليمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على تسليم الدفعة الأولى ديال السيارات النفعية لفائدة اللجان المحلية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وكتجي هذه المبادرة القيمة في إطار تقوية الدور اللوجستيكي والدور التدبيري للجان المحلية من أجل تتبع المشاريع وديال الجمعيات والتعاونيات والمستفيدين من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهذه غير دفعة أولى، المجموع ديال السيارات النفعية هما 7، على أساس أن كاين دفعات أخرى إن شاء الله. شكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.